السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في موجز للأخبار. ذكر مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب بأن قوات الجيش تمكنت صباح الخميس من أسر مرتزق مصري وقتل عدد من عناصر ميليشيات حفتر بمحور المطبات جنوب العاصمة طرابلس. وأضاف الإعلام الحربي بأن قوات الجيش تمكنت أيضا بعد كمين محكم من تدمير مدرعة تايجر إماراتية، مؤكدا أنهم في جاهزية تامة لصد أي خروقات للهدنة من قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر. بحث كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا ووزير الخارجية محمد سيالة ووزير العدل محمد لملوم في لقاء مشترك ملف الهجرة غير الشرعية وتوظيفها لأغراض سياسية. وتناول اللقاء الذي عقد الخميس أهمية وضع خطط وطنية لمعالجة الظاهرة التي أرهقت الدولة ماديا وسياسيا وضرورة الوقوف ضد محاولات بعض الدول لتوظيف الظاهرة لخدمة مصالحها الضيقة. وأكد الوزراء أن من يتباكون على أحوال المهاجرين يجب عليهم الضغط على حكوماتهم لوضع خطط وبرامج للحد من الظاهرة. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الخميس إن النظام العالمي غير قادر على التحرك لوقف الاقتتال في ليبيا وليس لديه الإرادة القوية لإنهاء الصراع الليبي. جاء ذلك في لقاء له مع قناة تي آر تي التركية، حيث أوضح أوغلو أن حفتر لم يلتزم باتفاقي وقف إطلاق النار الصادرين عن اجتماع موسكو ومؤتمر برلين. وأشار أيضا إلى أن موقف تركيا واضح حيال ليبيا، فهي تريد تحقيق توازن في الميدان بحسب قوله. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الجزائر مستعدة للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا. وأضاف تبون في مقابلته مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية الخميس أن الجزائر قادرة على تحقيق السلام في ليبيا إذا حصلت على تفويض من مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن بلاده وسيط أمين وذو مصداقية بحسب تعبيره. نهاية الموجز، إلى اللقاء.